أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟ ما هذا ما ورد أنه يخرج طعام مطبوخ. يكال، ورد أنه تكال صاع صاع من الطعام يدفع إلى الفقراء، فلا نغير السنة نحدث أشياء لم تكن معروفة.